إذن ملفنا الأول حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقد استفاقت مدينة نابلس مجددا على مقتل شاب خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، وهو ما تزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى 75 للنكبة. إلى ذلك أفادت مصادر صحفية بمساع تبذل من أجل عقد قمة ثالثة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لبحث ألم في الضفة الغربية، وهو ما نفته السلطة الفلسطينية. في الأثناء تتجه الأنظار إلى يوم الخميس، والذي ينظم فيه الإسرائيليون مسيرة الرقص بالأعلام وسط مخاوف من أعمال عنف تحدث في هذا اليوم. يستمر التصعيد في الضفة الغربية ليكون مخيم عسكر شرق نابلس مسرح التوتر، إذ قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة للمخيم لأخذ قياسات منزل تمهيدا لهدمه، ذلك أنه يتبع لفلسطيني متهم بتنفيذ هجوم قتل به إسرائيليان. خروج الفلسطينيين إلى شوارع القطاع وإبحار صياديهم في المراكب وفتح المعابر من جهة ومواجهات نابلس من جهة أخرى يرى بها مراقبون دليلا على أن التصعيد لم ينتهي بعد، تصعيد يتزامن مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السنوية 75 للنكبة بفعاليات أقيمت على امتداد وجودهم لم تغب تل أبيب عنها. بعد 75 سنة من الاحتلال لأراضينا الفلسطينية، مهم إلنا دائما نذكر القضية الفلسطينية والنكبة اللي تم فيها تهجير معظم شعبنا الفلسطيني، إما للداخل الفلسطيني أو لغزة والضفة أو للدول المجاورة لإلها. كيف لا؟ والمناسبات الوطنية للطرفين متشابهة بالموعد، متناقضة بالشعور، وليس النكبة فقط، فإسرائيل تحتفل بذكرى انتصارها وفق التقويم العبري في حرب 67 نهاية الأسبوع بفعالية الرقص بالأعلام في القدس، والفلسطينيون يعلنون الحداد في هذا اليوم، بل ويعتبرون الاحتفال به في مناطقهم استفزازا يولد احتكاكا، ما قد يؤدي إلى جولة قتال جديدة. ذلك أن إسرائيل أثبتت أن برود علاقتها مع واشنطن والانقسام الداخلي لا يعتبران عقبة أمام المبادرة إلى جولة قتال، في حين أن حماس لم تتعرض لضربة وحافظت على عافيتها، أمر عزاه رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو إلى ضربة وجهها جيشه إلى الحركة في أيار ما. حول هذا الموضوع انضم إلينا من عمان السيد عمر رداد خبير شؤون الاستراتيجية، ومن الخط الهاتفي أو عبر الخط الهاتفي من غزة سيد سهيل ناصر مختص شأن فلسطيني. أما هنا في استوديو انضم إلينا سيد سامر سنجلاوي، وهو رئيس صندوق عمارة القدس والناشط في حركة فتح، بالإضافة لسيد ألون أفيتار مستشار الشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية. سيد ألون، أبدأ معك وأبدأ من مسيرة الأعلام. المسيرة لن تكون أو لن تسير على مسارها المعتاد فحسب، بل سوف تشمل رقصات وبرامج في الشطر الشرقي من المدينة من القدس، كذلك الحي الإسلامي، والحديث أيضا عن دعوات لدخول 5000 إسرائيلي إلى المسجد الأقصى. ألا يعتبر كل هذا استفزازا وقد يجلب تداعيات لأحمد عقباها؟ حسب رأي إسرائيل من ناحيتها دولة مستقلة مسموح لها انه تكرر على مسيرها في كل محل، خاصة اذا بنحكي على العاصمة. بدي اذكر المشاهدين انه قبل سنة مسيرة العالم ماشت طريق الحارة الإسلامية في المسلمية في المنطقة عفوا المسلمية في القدس، وهو ما صار شيء نهائيا. صارت أكيد احتكاكات محلية بين يهود وبين مسلم، بالفعل ما روحنا لعملية عسكرية وما كان تسعيد في المنطقة. إذا كل العناصر اليهود والعرب ما بعض ما يفتشوا أو ما يوصلوا إلى نكت الاحتكاك بينهم، أذني هذه المسيرة راح تمشي بدون أي مشاكل. أكثر من هيك، أذني كمان من ناحية المبادرة الإسرائيلية لازم يكونوا في نقطة الاحتكاك داخل القدس وحدات تبع الشرطة، أنصار الشرطة أكيد، وحدات تبع الشرطة وحرس الحدود أو حرس الوطني أو أكثر من هيك، من أجل
من أي احتكاكات بين المجموعة اليهودية والمجموعة العربية في نفس المحل؟ وأكثر من هيك، إذا ما بنشوف أي تحريض من الجهة الفلسطينية ومن حماس ومن شباب شرق القدس، معناته هذا اليوم بيمشي بشكل كويس. أريد أن أبقى في هذه النقطة، مسيرة الإعلام، ضع الفلسطينيين جانبا، حتى من داخل إسرائيل الجبهة الداخلية تحذر من وضع أمني خطير قد ننزلق إليه في حال بقيت الأمور على حالها ووفق البرنامج المعلن. ثانيا، جمعية عير أميم الإسرائيلية تحذر من هيمنة المتطرفين الشديدين على هذه المسيرة أكثر فأكثر، من لهابة وفاميليا الذين أصبحنا نراهم بعشرات الألاف وهم يدعونا صراحة لنقتل على وأننا نحرقهم. أنا ما بقول لك إنه ما في مستفزين وما في استفزازات من أي ناحية من الجانب الإسرائيلي، ما بقول لك هيك. في مجموعات متطرفة كمان، أنت ذكرت لفاميليا، وفي مجموعات عيدفية متطرفة من الجبل اليهودي، من الجانب اليهودي عفوا. بس دور الشرطة والحكومة كمان هو منع أي إعطاء، عدم إعطاء أي فرصة أو إمكانية للمجموعات المتطرفة لتنفيذ الخطة تبعهم. عشان هيك أذيني الدور هو متوازن على دور الجانب الفلسطيني، إذا كمان بدوش استفزازات أو تسعيد، وكمان دور الجانب الإسرائيلي. كل جانب عنده مسالح من أجل وصول إلى يوم هادي. أذني الحكومة والشرطة والجانب العربي الفلسطيني لهم مسؤولية. إذا في مجموعات فلسطينية بدهم استفزازات في البلد القديم، هذا إشي تاني. نعم. طيب سيد سهيل، ماذا أنت تتابع النقاش وتابعت الإعلانات وطبيعة البرنامج الذي سوف يحدث من مسيرات ونشاطات وغيره يوم الخميس؟ الفصائل ماذا سوف تفعل؟ هناك تضارب في الأنباء، هناك من يقول، وأيضا نقلا عن صحيفة الأخبار اللبنانية، إن الفصائل أعلنت إنها مستعدة لجولة تصعيد جديدة، وهناك من يقول العكس تماما. هناك من، أو بالأحرى دول إقليمية من بينها قطر، سوف تسلم حركة حماس المساعدات المالية، والتي يمكن أن تشكل نوعا من تهدئة الخواطر لكي لا تتدخل لا حماس ولا غيرها في أي تصعيد وأي أحدث في القدس. يعني أولا واضح أن هذه المسيرة تأتي بعد حالة من الكد في الجانب الإسرائيلي. الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية وضعت الجانب الإسرائيلي في ملاجئ لخمسة أيام ووقفت الحياة بشكل كامل، وبالتالي تأتي في إضافة لهذه المسيرة إضافة لأنشطة وفعاليات استفزازية وتفريغ حالة الكبت التي عانى منها الجانب الإسرائيلي، خاصة بعد الاستهدافات، وأن قصف الأبيب أصبحت يعني من أسهل ما يمكن أن تفعله الفصائل الفلسطينية. وبالتالي يعني الفصائل تحدثت مرارا وتكرارا، وخاصة أن مسيرة الإعلام هي كانت سبب رئيسي في مواجهة عام 2021 ما بين حركة حماس والفصائل والجانب الإسرائيلي. وبالتالي من السهل أن تعود الأمور، خاصة إذا تفاقمت أو إذا كانت هذه المسيرة تمر بأحياء أيضا إسلامية عربية بهذا الشكل وبهذا الحجم، قد يكون هناك علامات استفهام كبيرة. وأن يتحدث نتنياهو بالمناسبة حول مسيرة الإعلام وهذا التهديد الواضح، يريد أن يظهر بشكل أو بآخر بأنه حقق إنجازا. إن كان الإنجاز بقتل قيادات، خلال أيام سيكون هناك قيادات أخرى. هل سيعود أيضا مرة أخرى لتحقيق مأرب سياسي معين في هذا الجانب، أم أنه سيكون ربما يريد أن يظهر للجانب الإسرائيلي وما بين هلالين بأن يضحك ربما على الجانب الإسرائيلي وعلى الجمهور الإسرائيلي بأنه لا يهمنا وبأن هذه المسيرة تسير وإرضاء لليمين المتطرف؟ على أي حال، أنا أعتقد الفصائل حتى اللحظة لم تقل كلمتها بشكل واضح ومعلن. صحيح. القيادات السياسية ربما ستتحدث خلال يوم غد بشكل معلن عن مسيرة الإعلام وتتابع عن كثب حتى اللحظة الأخيرة وحتى التصريح الأخير الذي سيصدر عن الجانب الإسرائيلي بما يخص المسيرة، وبالتالي ستحدد ملامح يوم الثامن يوم الخميس القادم من مسيرة الإعلام. كيف سوف يكون طبيعة الرد والتعامل؟ إسرائيليا الأمور واضحة والبرنامج واضح حتى الآن، إن لم يحصل أي تغيير. طيب نعم، اسمح لي. اسمح لي أن أذهب لسيد سامر. سيد سامر، قبل أن نتحدث عما توصف باستفزازات إسرائيلية، هناك أيضا الجانب الإسرائيلي الذي يقول أيضا الاستفزازات والعنف قادم من الأراضي الفلسطينية، ونابلس دليل على ذلك. نستمر أو هناك استمرارية لحالة
تفريخ التنظيمات الشابة المسلحة التي تستدعي القوات الإسرائيلية لدخول نابلس كل يوم؟ أساس هذا العنف هو الاحتلال. نحن محتجزين أو إسرائيل محتجزة منذ العام 67 بقرار شخص واحد هو موشي ديان الذي قرر أن لا يقرر مصير الضفة الغربية وغزة، وحتى الآن هم لا يستطيعون أن يقرروا مصير الضفة الغربية وغزة. 5 مليون فلسطيني تحت الاحتلال. لو وضعت رامات أفيف أو هرتسلية بتوح تحت نفس الاحتلال الذي تقع عليه غزة لانطلقت صواريخ أشنع من صواريخ حماس والجهاد باتجاه تل أبيب. لو وضعت أكثر المناطق الليبرالية في سويسرا ولا في السويد 60 عام تحت هذا النوع من الاحتلال لانطلقت العمليات التفجيرية ولانطلقت الصواريخ. هذه طبيعة بشرية. إذا أنا تحت احتلال عسكري قمعي يغتصب أرضي ويغتصب حقوقي ولا يعطيني المجال بأن أعبر عن رأيي أو أغير من طريقة حياتي سألجأ للعنف. هذه معادلة محسومة. أساس الاحتلال لا تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال. هذه المسيرة الاستفزازية هي ليست فقط مسيرة للتعبير عن الرأي كما يصفها السيد ألون، هذه مسيرة تغلق فيها القدس الشرقية بالكامل، تفرض على المحلات أن يغلق أبوابها، يفرض على المغدسيين أن يدخلوا إلى بيوتهم، يمنع التجول في شوارع كبيرة في القدس الشرقية، ويترك لليهود المتطرفين أن يسيروا في هذه الشوارع تحت نوافذ الفلسطينيين مسمعينهم هتافات الموت لمحمد مات، الموت للعرب، سنحرق قريتكم. هذا استفزاز كبير قد لا يؤدي الفصائل إلى أي ردة فعل، وأنا أستبعد أن تقوم الفصائل الفلسطينية في غزة بأي ردة فعل إن كانت حماس أو جهاد، ولكن سيكون هناك ردة فعل من نفس هذه الجموع الفلسطينية التي ترى هذا القهر وهذا الاستفزاز، وسيخرج عن هدوء أعصابه العديد من الفلسطينيين وينطلقوا باتجاه تنفيذ عمليات نحو إسرائيل. سؤال يا سيد ألون، لماذا لا يمر الماراثون مثلا من داخل الأحياء الحرديم؟ لأنه استفزاز لمشاعر الحرديم، لأن الحرديم اليهودين الأصليين، لأن بأحيائهم يرفضون أن تمر أي أشخاص بدون زي كامل محتشم، وبالتالي تحترم البلدية. هذا شعور. لماذا لا تحترم بلدية الاحتلال وسلطات الاحتلال مشاعر الفلسطينيين الذين يقولون نحن تحت الاحتلال لا نعترف باحتلالكم ولا بعلمكم؟ لماذا يسمح لهم بهذا الاستفزاز الكبير؟ بجملة كثيرة، أنا ضد النداء موت للعرب وكل الاستفزازات من هذا النوع، بس منع من دولة مستقلة من تكييم مسيرة يوم في سنة في عاصمتها، هذا مش القصة. مش بالأحياء الإسلامية. بس 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 بدي أسألك إشي سامر حبيبي، بدي أسألك شيء، هل أنت تستنكر النداء أو النداءات في باب المسلم في بلد القديم اذبحوا الاسلام شو عفوا اذبحوا اليهود؟ هي ضد انت؟ هي بدنا محمد ديف و و و الى اخرين، هل سمعنا منك شيء؟ لا انا مش وظيفتي توزيع، انا مش وظيفتي كمان، انا موقفي معروف ضد العنصريه، انا بقول لك بكل اشكالها. السؤال بس مش وظيفتي في كل 5 دقائق اصدر استنكار على تصريح. السؤال اذا انت بدك سلام لا. لدينا ضيف رابع أريد أن أعطيه فرصة. سيد عمر، ما هي صحة الأنباء حول قمة ثالثة مرتقبة بعد قمتي العقبة وشرم الشيخ لإجلاس الفلسطينيين والإسرائيليين مرة ثالثة للتباحث حول الملف الأمني، وما أفاق فرص نجاح كذا قمة أصلا إن كانت فعلا هذا كذا قمة سوف تجرى؟ مساء الخير لك ولضيفيك ولضيوفك الكرام. أعتقد أن الأردن ومصر والولايات المتحدة لا زالوا يراهنون على إمكانية تحقيق تخفيض للتصعيد في مناطق الضفة الغربية. اليوم نرى أن مسيرة الأعلام والحديث حولها يوم الخميس القادم ورد الفعل الفلسطيني عليها أنها تأتي في أعقاب هدنة وبعد العمليات التي تمت في قطاع غزة، لكن الأهم من ذلك فيما يتعلق بالقمم القادمة يجب أن نتذكر القمم السابقة
وما أنجزته على أرض الواقع بخصوص خفض التصعيد في مناطق الضفة الغربية، إذ نرى أن هذه القمم حقيقة اتخذت مجموعة من القرارات بمشاركة السلطة الفلسطينية والأردن بالإضافة إلى الجانب المصري والولايات المتحدة، لكنها واضح اليوم أن العمليات لا زالت تستمر في مناطق شمال الضفة الغربية وفي مناطق جنوب الضفة الغربية عبر الكتائب المحافظات الفلسطينية وعرين الأسود وغيرها من الفصائل، وهذا يطرح مجددا الحقيقة مدى قدرة الجانب الأمني على فرض مقاربات ورؤى أمنية بمعزل عن المستوى السياسي. بمعنى انقطع الاتصال سيد عمر. سيد عمر انقطع الاتصال معك، سوف أعود لك. نعم تابع سيد عمر، تابع بسرعة لكي يذهب إلى باقي الضيوف. نعم نعم، دون أن هذه المقاربات الأمنية، دون تحقيق أفق سياسي للحل حقيقة، أنها ستبقى موضع شكوك في احتمالية إنجاز ما يمكن وصفه بتخفيض التصعيد على الأرض. إذ أن المشكلة الرئيسية اليوم تكمن في عدم وجود أفق سياسي يمهد عبر تخفيض التصعيد أملاً بتحقيق هذا الأفق السياسي. اليوم واضح جداً في ظل حكومة يمينية متطرفة أننا نذهب بمزيد إلى التصعيد، وإن كان تبادلياً وتداولياً وتناوبياً بين غزة ومناطق الضفة الغربية. بمعنى أنه انتهت اليوم عمليات إطلاق الصواريخ بالضفة الغربية عن طريق مع غزة، قد تشتعل في جبهات أخرى. مصري، لكن لا ندري ما الذي سيجري بالضفة. طيب سيد ألون، اليوم نتنياهو مرة أخرى قال أنجزنا إنجازا مثاليا فيما يخص أحداث غزة وغيرنا موازين الردع لصالحنا، هل فعلا هذا ما حصل؟ سيد عمر قبل قليل تنبأ أن يتجدد التصعيد مجددا، ليس بالضرورة من الفصائل، ربما من جبهات وأطراف أخرى. أنا مش موافق مع إعلان نتنياهو، أذني عودة الردع من الأول كلها بتطول، هذا مسيرة مش بالعملية أو عمليتين، هي مسيرة طويلة مش بس عسكرية، في كمان وسائل إضافية غير العسكر لعودة الردع كلها من الأول. بس أذني هذا مش الوقت، ومش الوقت المناسب كمان لإعلانات من هذا النوع. أذني العملية كانت عملية عسكرية من ناحية إسرائيلية كانت ناجحة، ارتبلوا وقتلوا هيك وهيك ودمروا وحدات معينة تبع الصواريخ للجهاد الإسلامي، بس بشكل عام ما كان أي احتكاك، وأنا سعيد إنه ما كان عسكري ضد بين إسرائيل وبين حماس وبين إسرائيل وحزب الله وبين آخرين. نحن مع الأسف موجودين في بكل وقت تواتر طويل بين إسرائيل وبين كتار غزة. أنا مو شايف حال بالنسبة لكتار غزة، إن شاء الله راح يكون، إن شاء الله كتار غزة بتكون تحت السلطة الفلسطينية ومش تحت قيادة منظمة إرهابية وهي حماس بلا شك. لكن إسرائيل إسرائيل هي التي تقول نحن نرى أن السلطة تضعف أكثر فأكثر. أنا موافق معك، أنا مش مؤيد للسياسة الإسرائيلية اليوم اللي منفصل إلى في بتأيد انفصال بين قطاع غزة وبين ضفة غربية، بس أذني اليوم كمان أو لسه حركة حماس هي تسيطر على قطاع غزة، أذني كمان الرغم السلطة الحمسوية لازم يكون هناك أفق اقتصادي كمان قبال الناس. بس مع الأسف الشديد الشريك تبع قبال إسرائيل هي حركة حماس، وإلها جدول عمل أو سياسة مختلفة من سياسة سياسية أو من سياسة من أجل السكان، عندها سياسة كمان من أجل تقوية حركة حماس ومش تقوية الحياة اليومية هناك. طيب سيد سهيل، في ظل هذه الظروف التي فرضت على حركة حماس التي بشكل أو بآخر تحكم قطاع غزة،
هناك أيضا وفي ظل الضغوط التي يقال أنها تفرض على الحركة من أطراف عربية، ماذا ترى الفصائل فاعلة في الأيام القادمة؟ وهل سوف تفعل نشطاء وجبهات في الضفة الغربية؟ يعني بعد الحرب أو بعد العدوان الأخير على غزة، اليوم كان هناك تجربة صاروخية لتحديث مقدرات المقاومة في غزة وللتطوير مستمر ودائم حتى بعد القصف الإسرائيلي ربما لأهداف تابعة تسعى للمقاومة. ولكن دعني أتحدث في نقطة مهمة واستكمالا لما تحدثت بشار. هذه المسيرة ليست مسيرة للتنزه. العلم الإسرائيلي بحد ذاته منذ اللحظة الأولى الذي وضع فيه خطين أزرقين هي الماء ما بين نهر النيل والفرات، والتخريب في تلك ما بين هذين اللونين أو يعني ما بين اللون الأزرق والأزرق الآخر كان هناك تخريب كبير للدول العربية وأياد واضحة للجانب الإسرائيلي. هذه المسيرة تأتي أيضا للتذكير حتى الزيارات التي تتم للمسجد الأقصى هي ليست مجرد زيارات، هي مجرد مسيرة تتم وانتهى السلام، ليست الأمور كذلك. هو هناك تغيير ديموغرافي حتى لمخطط المسير، في كل بيت ستمر عنه هذه المسيرة، لكل بيت فلسطيني هناك مخطط لهذا البيت، هناك مخطط ديموغرافي وديني وتحدي واضح لكل ما هو فلسطيني ولكل ما هو تاريخي وأثري في تلك المدينة. وبالتالي ليست مجرد، هي مجرد مسيرة، هناك مخططات وهناك أهداف خفية نحن لا نعلم بها، الجانب الإسرائيلي يخطط لها بخفاء. وبالتالي الفصائل الفلسطينية تضع كل ما هو لديها الآن وحسب التحديات التي تواجهها من الجانب الإسرائيلي والتحديات الإقليمية والضغط الذي يسير عليها كما حدث على الجهاد الإسلامي ودخلت على الخط الولايات المتحدة الأمريكية أيضا للتفاوض على هذا الأمر، وكان هناك ضغطا هائلا على حركة الجهاد من أجل ألا تضع بند استهداف الأفراد أو ما تم الالتفاف عليه بشكل أو بآخر حتى لا يكون الحرجا أو حتى يكون مخرجا للجانب الإسرائيلي بالنسبة للجمهور الإسرائيلي حتى لا يكون هناك ضغطا واضحا على هذا الجانب. ولكن ضيفك تحدث كثيرا وأنا يعني أركز جيدا بما يتحدث بجملة سيد سهيل، الوقت يمر بسرعة نعم في كل جملة يتحدث فيها ضيفك يقول على ما أظن، وبالتالي لا تأكيدات على ما يتحدث في الكثير من النقاط، ولا يوجد توقعات واضحة. ما يتم الآن بالسياسة الإسرائيلية الداخلية هي إرضاء الأطراف المحافظة على الائتلاف الحكومي، وبالتالي نتنياهو يسعى لإرضاء جميع الأطراف، وهذا الأمر سيأخذ هذه الحكومة إلى منحدر يعني ربما الأيام ستظهر ذلك بشكل واضح. نعم سيد سامر، اليوم أيضا بالحديث عن النكبة الفلسطينية، اليوم أحيت للمرة الأولى الأمم المتحدة ذكرى النكبة، والرئيس الفلسطيني دعا الأمم المتحدة لتعليق عضوية إسرائيل. برأيك هل هذا هو حل ناجع؟ الإسرائيلي يقول لك طيب هل هذا هو الحل؟ هل تريد أن تلغي وجودي في الأمم المتحدة؟ دعني في ذكرى النكبة أن أحاول أن أسلط الضوء على بعض نقاط الضعف فلسطينيا. نحن نعم دائما نركز في ذكرى النكبة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، ولكن حبذا لو أنتهز هذه الفرصة لأقول أننا أيضا لدينا نقاط ضعف. نحن كفلسطينيين الآن ندير نكبة حول أنفسنا بهذا التمزق والانقسام، نقسم الهوية الفلسطينية ونعيد نكبتنا بأيدينا. يجب علينا كفلسطينيين كي يسمعنا العالم أن نقوم بتوحيد أنفسنا وأن نعيد لنفسنا المكانة والفاعلية، وأن ننتقل من فترة الباسيف إلى الأكتيف، من عدم الفاعلية إلى الفاعلية، أن لا نكتفي فقط في ردات الفعل لما تقوم به إسرائيل. إسرائيل في بداية هذا القرن كانت مجموعة من الميليشيات أيضا، ولكن تحولت إلى دولة عندما قرر بن غوريون 1921 أن ينظم انتخابات تحت الانتداب البريطاني، واستمر كان في مخيلياتهم هذه الدولة. نحن حتى الآن لا يوجد في مخيلتنا كفلسطينيين رؤية موحدة لما يجب أن نقوم به، وبالتالي علينا أن نستخلص العبر اليوم وأن نقوم بتوحيد صفوفنا، أن نقوم بتوحيد قيادتنا، أن نعيد مخيلتنا باتجاه ما نريده لمستقبلنا، وننتقل إلى فترة الفاعلية باتجاه إسرائيل. إسرائيل لا تريد أن تقوم بأي شيء فيما يتعلق بحل سياسي مع الفلسطيني، تريد أن تستمر هذه النكبة باستمرار. 15 عملية عسكرية ضد غزة في 18 عام وما زالت تحاول إسرائيل. إسرائيل من 18 سنة أوقفت كل المحاولات السياسية والدبلوماسية وتقول لا يوجد شريك. سنستمر
في محاولة ضربهم عسكريا ولكن لا نريد في محاولتهم سياسية. للأسف الوقت أشكركم جميعا السيد سامر سنجلاوي الناشط في حركة فتح وأمين ورئيس مقام القدس. سيد عمر رداد خبير شؤون الاستراتيجية أعتذر منك اليوم كان الوقت ضيق ولم يسعنا أن نتحدث معك أكثر وسوف نتحدث أكثر إن شاء الله في حلقات قادمة. وسيد لونا فيتار مستشار شؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية وسيد سهيل ناصر محلل سياسي من غزة شكرا ونلقاكم بعد قليل.